صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد في كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه والدع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله
وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأفخار معدن سرك الأسمى فهم سفون النجاة همانا صلى الله عليه. أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق واحدا هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. بين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهي في آذانا صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يبتلي بجدانا يا ربنا. صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا. اللهم صل وسلم وبارك يا رب. صل على النبي من جاءنا من رسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. يا رب صل على النبي من جاءنا I'm
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی
آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ صلى الله عليه البشر أقوام
مبارك بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وإن جاء الأخير المقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع مشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. ابتغنا ترفع صوتك وقل يسمع لقولك نجمك فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء الحمد لله جل بيدي ولا أولى أتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يؤتيك فترضى جل من مؤت تكاسرا أن أطاه نحانا صلى الله عليه. لله كالذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب عرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين. تذكر جيران بذي سلام ما سجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. أكيد البرود الدار بر لكم سلام آمين. أكيد البرود الدار بر لكم سلام أنبياء سرور سردار بر لكم سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمة لكم أبو بكر عمر عثمان بر رحمة لكم أبو بكر عمر عثمان بر میرے مولا حیدر قرار پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بغضا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وانطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نار النحات عذبت البني ريح صبا وأطرب العيسى هادي العيسى بالنظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولما تم من حمله الشهران على مشهور الأقوال المروية وفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله
وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه اللهم صل وسلم عليه. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى اللهم صل وسلم عليه. حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شرف النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلك اللهم يا باسط اليدين بالعطية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وبعذابك نستغيث
المستجير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخوانين والمسلمين في بلد العراق والفلسطين وكشمير وبوزنيك وهرزك وفي شيشان وفي لبنان وفي شام وفي سوريا وفي باكستان وأفغانستان وفي الهند وفي الأفريق ومن أهل لا إله إلا الله في هذه البلد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظهم من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اشفنا واشف مرضانا المسلمين. اللهم يا رحمن وارحم موتانا المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري، يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا الله يا كريم الوجه غفني قبل أن يفنى اصطباري، يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا، يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا الله لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي، يا الله لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي، يا الله لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي، يا الله وبوادي الفضل عاقف فأدم ربي عقوفي، يا الله ولحسن ظني لازم فهو خلي وحليفي، يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي والنهار، يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا الله حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأريح سري وقلبي من لظى هوى الشواذ في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل عيوب واكشف لي كل كروب واكفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فضلك إلهي دراك قبل الفنا والحلاك يا عم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاهي طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الانام والاله نعم الكرام والصحب والتابعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. بفضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظه عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته والقبول. جزاكم الله خير. السلام عليكم.